ايه ده يا باشا؟ ده ايه ده؟ ايه ايه في ايه؟ في صقر على شنبك يا باشا. تعرف يا صعلوكي؟ يا باشا يا صعلوكي، طلع منك عسل عسل يا باشا. انا بحبك يا مرزوق يا صعلوكي علشان بتحبني لشخصي مش عشان مركزي. يا باشا انت تتحب في اي وقت، ده اللي انا كنت فاكره. بس انا افتكر لما كنت وصولي وشغال عند وزير، يا قد ايه الناس بتتغير. ايه ده يا باشا، انت كنت شغال عند وزير؟ كانت ايام. انا جمعتكم النهارده وعملت الاجتماع الطارئ دوت عشان اقول لكم انكم مقصرين في شغل الوزاره. طبعا ده ما ينفعش في الشغل. انتوا عارفين ان هم في الوزاره بيسموني قلب الاسد. طبعا انا مش هقبل اي تهريج جوه الشغل. بالنسبه لسعادتك للموازنه الجديده، في الواقع ان الموازنه دايما بتتعمل كل سنه، ده الطبيعي العادي، لكن انا بفكر اني اعملها كل 3 ايام. يا سلام على العبقريه. طبعا نص الموازنه هنستخدمه في تجديد المكتب بتاعي، لان انا لو شعرت بالتجديد انتم كمان هتشعروا بالتجديد. يا سلام على التجديد. يا سلام. النص الثاني هنقسمه ربعين. الربع الاولاني هنستخدمه في ان احنا هنسفلت الطريق من البيت بتاعي لحد العزبة بتاعتي في الفيوم. والربع الثاني، وده بعد ما يتخصم منه الضرائب، هيوصل لواحد ونص في المية. طبعا مش عايزكم تقلقوا، الواحد ونص في المية ده هيبقى نصيبكم انتوا. خدوا اللي انتوا عايزينه والباقي ارموه للشعب. يا سلام على كرم سعادتك يا باشا. يا سلام. من هنا ورايح مفيش وقت للعب، هنشتغل هنشتغل وبس. مفيش اجازات، مفيش علاوات، مفيش افراح، مفيش جوازات. مفيش يا فندم، ونعمل قرارات سعادتك يا باشا. هنعمل قرارات. بهذه المناسبة السعيدة اسمح لي ألقي هذه القصيدة. بوجودك علية مراكبنا، ووراك هنكون ثروتنا. يا مهنينا يا مدلعنا، البركة بزيزي قتلنا زيزي قتلنا زيزي قتلنا منه بكون الصلاة عالزين الصلاة عالزين. مين اللي مزبطنا؟ هو. مين اللي مهنينا؟ هو. ألو؟ أيوه أنا الباشا. بتقول ايه؟ واضح ان في سوء فهم. بتقول شالوني من الوزاره وطالبين مني اقدم استقالتي؟ مين اللي مبهدلنا؟ هو. مين اللي مفلسنا؟ هو. ويشاوروا عليه ويقولوا المرفوض اهو المرفوض اهو. احمد واللي جم هيحضر لي العربيه، انا عايز امشي فورا. عربيتي يا اخوي، يا عربيتي اهلك. انزل يا اخويا اركب لك الميكروباص. انزل يا متع. احمد. احمد بيه؟ يا كانت عربيه اهلك ولا عربيه اهلك؟ ايه ده؟ عرفتنا يا اخي، بقالك 5 سنين زللنا. روح الهي ما ترجع. احمد، طب ممكن تقول لي جمعه يوقف لي تاكسي؟ اقول لك ايه، انت هتقعد تلبلب كتير ولا ايه؟ قوم اقلع الجاكيت اللي جبتها لك في عيد الام، وهات الساعه، هات الساعه اللي جبتها لك في شم النسيم. انت شكلك صعبت عليا. عايز ترجع الوزاره مره تانية؟ مفيش غير حل واحد، تقف كل يوم قدام المرايه وتقول 100 مره في الواقع البحر كله قواقع. في الواقع البحر كله قواقع. تصدق؟ في الواقع البحر كله قواقع. يا باشا، ده انت طلعت معفن معفن. ايه اللي تقصت على كيف صحيح؟ تعرف يا صعلوكي، انا ما بعتبرش دي شتيمة، انا بعتبرها وسام على صدري، لان كل ما تبقى معفن ووصولي كل لما هتوصل للي انت عايزه. يلا يا احمد بيه، فضلنا الزنزانة بسرعة عشان فضلي بيه ابو الفضل جاي يقعد فيها. يا فضحتك يا احمد بيه. طيب يا صعلوكي، جهز لي الشنطة بتاعتي. ولا مالي ما تجهزها انت، انا كنت شغال عند اهلك. كده فعلا اللي تلقصت على الكيف. بس لعلمك انا مصيري هرجع تاني الزنزانة. بص يا باشا، لو عايز ترجع الزنزانة تاني مفيش غير حل واحد. ايه هو؟
انت تقف قدام المرايه وتقول 100 مره في الواقع البحر كله قواقع. قوم يا قوم انت هتستعبط.